دلال يا دلال. هاي تينا. بونجور. سافا. شو اجا حدا قعد ناطرنا؟ قاعدين ناطرين. شو وصفتنا اليوم؟ اليوم عاملين وصفة وحدة تينا يلي هي البولي أو ساب. بدنا نقدم معها الكسكس، بس اليوم بدي أقول للمشاهدين إنه وصفتنا بشو بتتميز؟ بتتميز إنه الكسكس بدنا نسلقه بمية الساب. هلا قبل ما نبلش وصفتنا خلينا هيك نضوي بنقول إنه اليوم عم نحكي، اليوم كمان بدي أقول لك إنه اليوم ما حقل لي بصل، بدي أشتغل بوصفة بس مع توم. زعلتيني. بدنا بطنجرة نلوح توم، نرجع نضيف شوي. اليوم عم نحكي على صدورة الدجاج يلي قطعناهم مثل الشيش طاووق، مثل ما كل مرة بقول يلي ما بحب الدجاج فيستبدل باللحمة أو القريديس. على طول على نار بدنا نرجع نحكي على الساب يلي نقعناه يلي بدنا نلوحه، بدنا نسلقه بمية الساب، نرجع نضيف الأجبان ونختم بالكريم فريش. يلا كيف رح نبلش أول شيء؟ أول شيء رح ندور الغاز. أول ما ندور الغاز بدنا نوضع شوية من زيت الزيتون، يعني اليوم بدنا نبلش بشوية من زيت الزيتون. أو بدي أقول أنه اليوم أنا ما عبالي استخدم زيت الزيتون، في استبدل الزبدة بالزيت النباتي. لا تقدرون قاعدين عم بيحضرونا تينا مضطرين أنه نقول زيت النباتي. أوكي. لكن بطنجرة على نار بدنا نبلش نلوح الدجاج. بنرجع بنذكر اليوم عم نحكي على كيلو من صدورة الدجاج يلي بلا جلدة يلي قطعناهم مثل الشتاوق. متقولين اليوم مع بالي قطعهم مثل الشتاوق، فينا نستبدلهم مثل الشاورما أو حتى شقف كبيرة، يعني ما بقص. أو عطيهم للحام هو بقطع لك بقطع عليهم أكيد. لكن مثل ما قلنا بدنا نلوح دغري الزيت مع الدجاج. مع الدجاج بدنا نرجع نضيف الثوم. هون شو بدنا نسويهم على الاخر؟ بدنا نسويهم على الاخر. أوكي. لانه تينا نحن اليوم وصفتنا ما بدنا نرجع ندخلها بقلب الفرن، لكن أوكي. بدنا نستوي الدجاج. اول ما نبلش نستوي الدجاج بدنا نضيف الثوم المفروم صغير. هلا اليوم ما حبيت اشتغل بالبصل، بس يلي عباله يشتغل اكيد هيدي وصفه فينا نضيف لها، فينا نبلش بالبصل والثوم على جنب نشتغل بالدجاج. يعني فينا نشتغل بالاثنين، ومثل ما سبق وحكيت يلي عباله زبده كمان فينا نشتغل بالزبده وبدنا نمزج الزيت. هلا بدي اقول كمان اليوم حبيت اشتغل بالساب، لانه اول شيء عبالي هيك دوي على الساب واقول انه كثير بيسالوني عن الساب. اول شيء بدي اقول انه الساب هو نوع من الفطر، بس بيتميز بريحته القويه وبطعمته القويه. نحن معودين نعمل ريزوتو او ساب، تارت او ساب، بين نكهته كثير زهره. هلا رحنا على سوبر ماركت اشترينا ساب، بدي اقول اليوم عم نشتغل بالساب المجفف يلي ما في ياكله هيك. اول شيء بدي اقول انه الساب مليان تراب، يعني كثير مهم انه نفتح الحنفيه عليه شوي مي مسقعه ننقعه. هلا بدك تقولي لي اليوم عم بحكي على 50 جرام من الساب، ما بدي كميه كثير كبيره، يعني ما عم بحكي على نص كوب او كوب، لا عم بحكي على ربع كوب او باكيه نشريهم من السوبر ماركت، ساشيات 50 جرام. من بعد ما نغسله بدنا ننقعه بمي مسقعه، بدنا لمده 10 دقائق، وبعد 10 دقائق بدنا نرجع نغير المي. ليش تينا بدنا نغير المي؟ لانه مثل ما بنعرف انه الساب مليان تراب، ولو نقعناه كثير مهم انه نرجع نفضي وننقعه مره ثانيه. هلا شو عملنا؟ نقعنا الساب لثاني مره بمي ورجعنا صفيناه. من بعد ما صفيناه طلع هيك، هيدا الساب بصير طري، صار طري. واليوم بدي اقول انه كمان فرمناه تينا. فوالا. فرمناه لما يطلعوا شقف كبار. بدون بعد دقيقتين. لكن عنا الساب يلي منقوع يلي نقعناه لمدة مرتين ورجعنا صفيناه. هيدي ميته بدي اقول انه كثير مهم حتى المي اللي نظيفه تينا وقتها بدي اشتغلها مضطره انه اترك شوي بالكعب الا ما يضل يطلع. بنشوف هيك مثل البارتيكلز بالكعب. سألتي انه رح تسلق الكسكس بمية الساب. خلينا نرجع للكسكس.
لكن خلينا نحط الثوم ونرجع ننتقل تنحكي على الكسكس. اليوم عم نحكي على ثوم مفروم. منقليهم مع الدجاج. منقليهم مع الدجاج. خلينا ننتقل للسر للكسكس. اول شيء بدي اقول انه الكسكس منلاقيه بحيلا السوبر ماركت، ما بدنا ننقعه، ما بدنا نغسله. كيف بدنا نشتغله؟ كل كبايه من الكسكس بدها كبايه من المي او من مرقه الدجاج اللحمه حيلا شيء. اليوم لنطلع شوي من العاده تينا، لانه عم بحكي على كبايتين من الكسكس يلي بلاقيه بحيلا السوبر ماركت، واليوم بدي اقول بين هلالين عم نشتغل على الكسكس على الطريقه البيتيه، لانه اذا بنطلع على المطبخ المغربي او على المغرب نعرف انه في كسكسيات، بس اليوم تنسهل على المشاهدين بطنجره على نار، لكل كبايه من الكسكس بدها كبايه من المي، ما بدي غسله، ما بدي انقعه. لكن اليوم عم نحكي على كبايتين من الكسكس، بس اليوم توصفتنا تكون مميزة، حبيت كوب من مرقة الساب أو نقع الساب وكوب من المي، بدنا نمزجهم سوا. وبدنا ننطرهم ليغلوا. هلأ تينا هون بدنا نضيف الساب على الدجاج والثوم. على الدجاج. الساب اللي نقعناه وقصيتيه شوي وفرمناه صغير. اوكي. هون ناطرين تالمي تغلي، بدنا نضيف شوية من الملح وشوية من البهار ونقطة من الزيت. على المي. على مية الكسكس. نزيد ملح. ملح. بهار. نقطة من الزيت. كيف بدنا نشتغلها؟ اليوم بدي اقول انه اول ما تغلي المي، اول ما تبلش تغلي المي بدي طفي النار، بدي اضيف الكسكس، حرك بالشوكه وغطي الطنجره لمده دقيقه او اثنين، ساعتها بتنبت الحبه، بجيب ملعقه صغيره من الزبده بضيفها على وسطها مع الشوكه. ايه ما في، لا خلينا نغطيها تينا لتعمل بسرعه اكثر. هون في عندنا بدنا نوضع كمان ملح وبهار على الدجاج مع الساب. يلا فوالا. على طول على نار بدنا نرجع نضيف شويه من مرقه الساب. اليوم مسؤولة عن الملح والبهار. انا مسؤولة عن بعد بدك ملح وبهار. لا اليوم انا بدي ملح وبهار. لكن اوكي على طول على نار. رح احطهم طيبة. بدنا نوضع شوية شوية هيدا افضل. من مية الساب. من مية الساب. هو اللي غليه منطفي؟ ايه منطفي ونحط منحطه منطفي تينا. خلينا برجع المشاهدين. اوه خلينا نطفي تينا. مثل ما هون شفنا فوالا بهيدي الطريقة بدنا نحركهم. اوه بدي غطي، بدي اعير الدقيقتين، بدي اوضع لكن زبدة. نرجع منذكر سريعا، عندنا زيت نباتي او زيت زيتون، رجعنا وضعنا شويه من الثوم، حطينا الدجاج، لوحنا الدجاج، عنا ضفنا ثوم، ضفنا الساب، واليوم بدنا نرجع نضيف شويه من الدراي توميتو مفروم صغير. لكن شو صار عندنا تينا؟ صار عندنا ثوم، دجاج، نرجع ضفنا الساب، مرقه الساب او نقعه الساب اذا بدك. نعم. شويه من البندوره، اليوم عم نحكي على بندوره مجففه. مجففه هلا يلي ما بحب فيه ما يحط اكيد. بضل عنا الكريم فريش او حليب جوز الهند، بس انا بفضل الكريم فريش. صح. شويه من الكريم تشيز وشويه من جبنه بارميزان. حلو. خلينا نرجع على الكسكس قبل ما مثل ما هون عم نشوف بعد بده يعني لنوضع شويه من الزبده ليفتح
بنحرك وبنرجع بنسكر دغري. بشربون بشربون هلا بنرجع بنسكر بشربون عن جديد. هيدا كسكس مميز ليه؟ لانه اشتغلناه بصوص سب منكه يعني. فوالا هلا هون بدنا نضيف شويه من الكريم فريش. هلا نحن سرعنا لضيق الوقت، بس بدي اقول للمشاهدين انه الدجاج يمكن بده شويه وقت اكثر. بدنا نرجع نختم بحيلا نوع من الجبنه يلي نحن بنحبها. يوم حبيت اشتغل بالكريم تشيز، ما بكفي بس كريم، الكريم ليكيد بلا، بس هيك تنعطي نكهه اكثر، وشويه من جبنه البارميزان. واليوم بدي اقول كمان تينا بتقولي لي انا اليوم ما عبالي اعمل كسكس، بقول لك انه هيدي وصفه انا بشتغلها وبعمل البني او السباجيتي على جنب وبمزجهم معهم. ليش لا؟ هيدي هي وصفتنا. لكن رح نرجع على تيستينج دلال بنكون سكبنا الكسكس مع الدجاج. مع الدجاج. يعني وصفتنا اليوم خلصت عن جد بسرعة. ووصفة أكيد فينا نعملها للغدا للعشاء هيك بين العيلة. بس بدي أقول كمان إنه أنا بعملها بالعزيم، يعني في عملها حتى دجاج أوساب يلي يعني أولاً الكسكس شوي مختلف، مش دائماً بندخل كسكس بأكلاتنا والساب كمان. واليوم بتقولي لي أنا ما بحب الكسكس، بقلك بستبدل بالكينوا بالمعكروني بالرز، يعني حتى في اشتغلها بالرز الأبيض أو أميلانج دوري. شو طيبة يلي كمان بطلع طيبة. ساب طيب. وصفة سهلة والبندورة مجففة طيبة. طيبة مع صح. ليه بقى مع الساب؟ ما فيها كتير انجريديان يعني ما بتلبك، هيك سهلة وبسيطة صح. ومميزة بالساب اللي بيعطي نكهة. مثل ما سبق وحكينا انه انا اليوم مع بالي معكروني، مع بالي كينوا، مع بالي كسكس، بستبدل بالسباجيتي او بني او ميلانج، يعني في اشتغلها كغراتان حتى كمان بالفرن كمان بتطلع طيبة. سي بون، ثانك يو دلال.